سمر، 3 أعوام من العمل الدؤوب والجهد المتواصل لشباب بدافع الأمل والطموح ترجمت من خلال مشاريع لكل منا ومضمون مختلف. لنحكي أكثر عن هالمشاريع والنتائج اللي صدرت عنا معنا الأستاذ نضال بيطار، ممثل منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح النور. بالبداية خلينا نحكي عن طاقات الشباب اليوم، وبرأيك كيف ممكن نحن نقدر نستثمرها بالشكل الصح؟ أول شيء أنا بتشكركم يعني على الزاوية اللطيفة وعلى المكان، وحتى أنتم كمان اليوم مبدعين بتغيير الأماكن وبتغيير المواضيع. الحقيقة اليوم نحن لما بنحكي عن الشباب بنحكي على طاقة، بنحكي على خميرة أمة، نحكي على قوة كامنة بقلب أمة وهي أمل وهي مستقبل. اليوم الشباب عكس ما نحن أحيانا نتداول بمجتمعاتنا أنه الشباب ملتهي أكثر بالألعاب الإلكترونية وإلى آخره، لا مو صحيح. نحن في اليوم الشباب اليوم عندهم القدرة وعندهم الفكر أنه يتابعوا أو يبحثوا على موضوع أو مشروع لحتى يقدر هو يساعدهم. يعني نحن بمنظمة في عنا نوعين من المشاريع، في واحد المشاريع مخصص للشباب اللي حابب يتعلم مصلحة أو غادر المدرسة، نعلمه المصلحة ونحاول نربطه بسوق العمل. لكن اليوم عم نلاحظ انه في شباب عم يقول لك انا ما بدي اتوظف، اليوم الوظيفه ان كانت قطاع خاص او عام لم تتطور كدخل بالشكل المناسب، بيقول لك انا بدي اعمل مشروعي الخاص الي، يعني جهدي وثمره اتعابي يجب ان يكون الي شخصيا. لذلك احنا خلقنا وقدمنا فكر بريدجز اللي هو اصلا كلمه جسور، احنا سميناه جسور لينتقل من الفكره اللي عنده الى التطبيق، من الخيال الى الواقع، واحنا بنساعد هدول الشباب بضمن معايير محددة لأشخاص منلاقي إنه هنن هالبوتنشل عندهم هالقدرة الكامنة وعندهم هالإصرار، ناخدهم هدول الشباب نتعاون معهم بفترة تدريب محددة، نعطيهم هالعلوم الأساسية اللي هي لازمته لينطلق هو بمشروع شخصي هو حابه، ولا نفرض عليه أي رأي، ولأنه أصلا اللي أنت بتحبيه هو اللي أنت بتبرعي فيه. أكيد تمام. نعم، يعني خلينا نروح أول شيء ونشوف كليب وبنرجع منتابع حديث. شكرا جزيلا، تفضلي. خلال سنين الحرب اللي مرت على سوريا واللي أثرت على جميع فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب، كان لابد من وجود فرصة لترجع لهم الأمل بأنه مستقبل سوريا بيتعلق بنجاحهم وإنجازاتهم على جميع الأصعدة. ومن منطلق فكر الشباب التنموي وشغفهم بتطبيق أفكارهم الإبداعية لتتحول لمشاريع مستدامة بتساهم بإعادة إعمار سوريا، قامت منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية الـ IECD بسوريا بإطلاق برنامج بريدجز لريادة الأعمال، ولأول مرة بعدة محافظات سورية: دمشق، حلب، حمص وطرطوس. قدم برنامج بريدجز للشباب دورات تدريبية بعدة مجالات: أساسيات ريادة الأعمال، نموذج خطة العمل، المحاسبة والتسويق، إضافة للشؤون القانونية ومهارات العرض التقديمي. كان هدف هالبرنامج التدريبي هو مساعدة الشباب لتنضج أفكارهم لتصير جاهزة لتتقدم وتتمول وتشوف وتبصر النور. أكيد أي إنجاز مو بالضرورة يكون كبير حتى نحتفي فيه، فينا نفرح بإنجازاتنا مهما كانت صغيرة ونطورها حتى تكبر وتكبر وتكبر. آمنوا بأفكاركم لأنه هي المستقبل. خلينا نحكي عن 3 سنين عمل كتير كبير وجهد كبير، خلينا نحكي عن المشاريع اللي تقدمت، كيف انت بيتم مثلا قبول واختيار مثلا هذا المشروع او هذا الشخص انك انت وافقت على هذا المشروع وانك انت قبلت اكيد تموله، بعدين آلية العمل بعدين بس يبلش الشخص بالمشروع شو ممكن انتوا تعملوا معه بعدين؟ سيدتي نحن عندنا تعاون مع الجمعيات المحلية، فكل الجمعيات المحلية اللي موجودة بسوريا هي بتقدم لنا الترشيح الأول لهؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب بيقدم بيكتب بطل طلب في بقلبه بيانات ومعلومات،
شخصية، هو شو بيشتغل، هل هو خسر بالحرب، هل هو فقد أحد زوي بالحرب. فنحن بنقدم شيء بنسميها نحن قائمة معايير، ونمشي على قائمة المعايير بحيث إنه كل طلب بتقدم خلينا نقول إنه بياخد علامة، هذه العلامة أو النقاط هي ومن ثم بتتحط نحط حسب الأولويات. نعم. ومنبلش نستقبل هؤلاء الشباب، بنبلش نعمله مقابلة أولى لحتى نشوف بقلب المقابلة قديش هو عيونه عم تلمع، قديش هو عنده هالكليك، هو قادر إنه يقدر عنده فكرة بداية. كان مكتئب وجاي لعندك وهو مكتئب وعيونه ما لمعت، يعني عم بيحكي لك المشروع بس ما في عنده هالإنرجي أو هاي الطاقة الكبيرة. والله بعد 2600 مقابلة، بعد 2600 مقابلة من المتقدمين كان المشروع، فأنت صرتي بتعرفي مين اللي عنده فكرة ومخبيها. تمام. فهي بتصير القصة ممارسة، يعني بتصير القصة experience. تمام. فنحن بنختار هدول المجموعات الشباب والصبايا ونحطهم ضمن مجموعة ببلشوا بيعملوا تدريب مدته 10 أيام. هالعشر أيام هاد مقسوم إلى 3 أجزاء. أول 3 أجزاء هي شيء اسمه ريادة الأعمال، أساسيات، شو الفرق بين مشروع صغير وريادة أعمال وأنت بتكون رائد أعمال. لأنه بالمناسبة المشروع الصغير هو مخاطرة لمرة واحدة، رائد الأعمال هو كل أعماله خطر، بيكون مخطط دائما للصدمات. فنهاية 3 أيام نعمل مثل اختبار، هذا الاختبار إذا تجاوزه بيروح على المرحلة الثانية، هن 3 أيام تانيات يلي هن الأساسيات في إدارة المشروع، إدارة، محاسبة، تسويق، بينجح فيهم يعني شفهي وعملي، بيطلع على 3 أيام اللي بعدهم يلي هي كتابة خطة العمل. وخطة العمل ما فيها أنه ورقة طويلة يقول أنا بدي أحلم وأنا بساوي، لا، هي عبارة عن نقط محددة بده يضوي عليها بقلب المشروع. انتهت فترة 10 أيام تدريب بيتقدموا للجنة، وهذه اللجنة هي مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثل عنها، ممثل عن الهلال الأحمر، منظمة الهلال الأحمر، منظمة عن اليونيسيف، الجهة الداعية داعمة للمشروع، ولا نتدخل فيها نحن لأنه أنا بعرفه لهذا المتقدم، فإذا أنا تدخلت فيه فأنا حأكسر المعايير، حقول هذا بحبه، هذا ظريف، هذا لطيف. تمام. لا في واسطة. والله الحقيقة إيه؟ الحقيقة إيه؟ جدا سيستم شفاف. بتخلص اللجنة تعلن النتائج في ذات نهار اللجنة عشان ما تراودنا نفسنا نغير لفوق لتحت. تمام. فتعلن بنفس نهار اللجنة تعلن النتائج وبيفوت بعدين على التمويل. في هذا التمويل نحن بنظبط له الخطة المالية ومنبلش نشتري له الأشياء اللي هو اختارها واللي هو بحاجة إلها، بنقلع المشروع. نفسهم الأساتذة اللي هن كانوا المدربين اللي كانوا مثلا يدربوا محاسبة بصير بيعملوا شيء اسمه كوتشينج، بصير بيعملوا كل أسبوع في تليفون زيارة مخططة بخبروا أن الثلاثة جايين عندك، في زيارة غير مخططة حتى شوفوا. تمام. يتم فيها جرد المواد يلي هو استلمها، ويتم فيها شوف قديش أعماله، إذا كان هو متعسر أو في مشكلة فإحنا بنرجع بنقول إنه المتعسرين في مجال المحاسبة نريد نعمل لهم دورة لحتى هيك. فأنا اليوم بعمل له خلينا نسميها مثل حاضنة، أنا بتابعه تماما إلى أن أعرف إنه هو حقق نقطة تعادل، يعني هو جاب مصاري، جاب دخل، اللي انت مولته فيه قد المنحة. طيب المصداقية وين؟ يعني كيف انت بتتأكد انه هذا الشاب مثلا عنده مصداقية؟ انت مثلا مولته باموال، اعطيته مثلا مثل انه اشتريت له اغراض لمشروعه، وين المصداقية انه اكيد هدول مثلا الاغراض عم بيروحوا بالطريق الصح؟ لذلك انا بعمل جرد بشوفهم هل هم موجودين بالمكان اللي قرر فيه يشتغل فيه، هل هو عنده دفتر المحاسبة تبعه، دفتر مالي عم يسجل كل بيعة ببيعتها، هل في عنده اخطاء، في تجاوزات، ومن ثم بتركه لأنه خلص هو صح، يعني أنا عم ساعده وقف على رجلي. طب خلينا أحكي عن نقطة كمان كتير هامة. هلأ نحن واجبنا كلنا أنه ندعم الشباب بهي الظروف الاقتصادية، في عنا كتير نسب متعلمة ومنفتحة مثل ما قلت، لكن بدنا نركز على قصة المتابعة للمشاريع ودعمها على أرض الواقع. كيف عم تكون سيدتي بأي مشروع إن كان مع شباب أو بأي حتى بأي برنامج اللي إحنا مثل عم نساويه؟ المتابعة هي 3/4 النجاح. تمام. لأنه إذا ما في فولو أب فلذلك إحنا ركزنا على المتابعة إنه تكون على الأقل في 6 شهور أنا عم تابعه. فجوهر فكر المشروع الفكر هذا هو إني أنا أقدر تابع. هلا بدي بس أنا أضيف نقطة مهمة، يمكن بال2015 طلعت دراسة رسمية
وتم نشرها بصحيفة تشرين 2015، قال انه تكلفة فرصة العمل في سوريا هي 3.9 مليون ليرة سوري. نعم. يعني انا اليوم لوظف بدي 4 ملايين ليرة، لاقي شخص يشتغل بدي 4 ملايين ليرة. تمام. هذا 2015 قبل المشاكل الاقتصادية والانهيار وقيصر والى اخره. يمكن اليوم صارت 15 مليون او اكثر. احنا اليوم عم نعطي تمويل يقارب بين 2 ل 2.5 مليون حسب حاجة المستفيد. احنا بهال 2 مليون وسطيا عم نقدر نخلق فرصتي عمل، لانه احنا اليوم عندنا 300 مشروع تمول في 600 شخص يشتغلوا في هذا القطاع. فاذا انا اليوم كمنظمه قادرين نخلق فرصه عمل بمليون ليره سوري، يعني ولا شيء. اكيد اكيد. طيب خلينا نحكي كمان عن قصه كثير مهمه، مثلا شخص عمل هذا المشروع وفشل بالمشروع، ممكن يرجع لعندكم مره ثانيه انه كمان ترجعوا تمولوا، ولا خلص يعني اعطيتوه فرصه مره واحده وبس؟ وكمان بدي احكي على قصه ثانيه هي اهم المشاريع اللي تقدمت عندكم، المشاريع اللي اخذت رياده واللي يعني انتم يعني اعجبتوا فيها او انصدمتوا من الشخص يلي عملها. تمام. حقيقه احنا من ضمن قائمه المشاريع كلها تم سحب 3 مشاريع فقط. تمام. سحبنا 3 مشاريع. مشروع لانه صاحب المشروع يعني عنده هدف كان اهم اللي هو خدمه الوطن، والمشروعين لانه تعثروا هؤلاء المشاريع. احنا بنضلنا بنحاول انه قد ما تعثر نضلني ساعده. فنحن ما عندنا تجربه انه حدا يعني فشل ورد رجع. تمام. فنحن عندنا 3 مشاريع بس تم ايقافهم، واحد مبرر واثنين غير مبرر، فنسبه الخطا معقوله. اكيد. هذا بالنسبه للشق الاول. الشق الثاني هو اهم المشاريع اللي قدمتها. المشاريع هي موزاييك. يعني مثلا طلعي بتلاقي في مشاريع لابليكيشنز لتطبيقات الكترونيه، صناعه اطراف علويه، اطراف سفليه، لان احنا من ضمن المشروع لازم نساوي شيء نحن نسميه البروتوتايب، النموذج. يعني هو ما بيقدر يقول لي انا بدي اعمل طرف علوي وبدي اجيب 3 دي برينتر لحتى اطلعها وبدي ارسمه، ما بيمشي الحال. شوفوا اكيد شوفوا النموذج. فنحن مشاريع متنوعة يعني مختلفة، فيها زراعة فيها، ولكن كنا عم نشتغل بدمشق وحلب والمدن، فيغلب عليها صفة التصنيع والصناعة والسيرفيسز الخدمات والتطبيقات. يعني الزراعة فيها يعني نسبتها لا تتجاوز 10%، لأنه يعني البيئة اللي احنا موجودين فيها بالمدن يعني ما فيها كتير موضوع زي حتى الزراعة. شرع الزراعة هي زراعة على الأسطح. يعني مثلا واحدة من الزراعة في مشروع مهم كثير بحلب وأنا شخصيا بحبه، يعني ما بعرف ليش، إنه هو قرر إنه يجمع التفل تبع شركات الإسبريسو، لأنه حلب بيحبوها كثير شركات الإسبريسو تبع القهوة، فهو بيجمع التفل يخلصهم منه وبيزرع فطر. فأنت بتطلع اليوم بتلاقي إنه عم ينتج يعني مئات الأطنان من الفطر، منتج زراعي من قيمة صفر. تمام. فالمشاريع كلها بتشبه هيك، وأنا شخصيا يعني بتمنى إنه يكون في طريقة إنه نقدر نشوف 4-5 كل مرة يحكي على مشروعه. أكيد. يعني أستاذ نضال، كتير بلدنا بحاجة لهذه الخبرات إن كان من قبلكم، وأيضا للأفكار النيرة اللي تطبق على أرض الواقع بما يخص الزراعة والاقتصاد والصناعة، خاصة بهي المرحلة اللي عم نمرق فيها، وإيدنا بإيدكم وإن شاء الله نحن وياكم نقدر فعلا إنه نساعد هالشباب على الإبداع والإنتاج بظل الظروف الاقتصادية والوضع يمكن النفسي اللي الكل عم بيمرق فيه. إن شاء الله هيك بيمر على خير. نشكركم وتشكر وجودك معنا. بالعكس، أنا بدي أتشكركم أنكم دائما متابعين لكل الأشياء، وأنا معك سيدتي. بلدنا ما يعني هي نحن لسنا بحاجة لا 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 لشيء، نحن بحاجة أن نعمل بالوسائل الموجودة عندنا، والوسائل عندنا جميلة. يعني الشباب وأفكارهم، في عندنا وسائل جيدة يجب أن يتم أن نحسن استثمارها. أكيد. وأنا بتشكركم، شكرا جزيلا. أكيد بدنا نحسن استثمارها. عنا طاقات إبداعية كتير كبيرة، عنا شباب بنفتخر فيهم، الشباب السوري بنشوف حالنا فيهم، وأكيد الأمل والطموح كله عند الشباب السوري. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. شكرا حضرتك، وأنا كتير سعيد أنه دائما أني موجود معكم، وسعيد أنه في مين عم يتابع هذه الإجراءات، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا.